يا اهلا وسهلا في حلقه جديده من برنامجكم المفضل لعبه الشف الموسم الثاني، وضيف اليوم واضح ملعب كره قدم كابتن مناف ابو شقير. حياك الله، اهلا وسهلا، نورت الاستوديو. والله انت اللي منورين يا حبيبي. حبيبي الله يسلمك. ونعطيها تصريح هيك من بدايه الحلقه، انت وبحر. والله شوف، هي انت وبحر، لكن اليوم باسل وعبد الرحمن. بس ليش احنا قلنا انت وبحر؟ لانه مسوين لك صياديه. عاد اهل جده وصياديه انا عرفت. انا ظبطناك ولا ما ظبطناك؟ والله ظبطنا. طيب صياديه 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 ان شاء الله، يعني هذا اللي انت حتقرره اليوم باذن الله. انت الحكم حتكون، وشوف زي ما انت ملاحظ مسوين تحدي رياضي علشان انت الحكم، انت لازم تحكم من البدايه. ايوه لا، البدايه لا تحكم عليها، لا يغرك، ما يغرك المظهر. ايوه لا شوف عبد الرحمن. لو لعبنا تسديد او لو انا كنت حارس ما بضمن لك فرصتك صراحه. طيب يعني انت طلع الجول، انا لو واقف هون وين بدك تجيبها اخوي؟ خلاص راح الجول. طيب فحنلعب على القائم هذا. طيب اوكي، قائم ولا عرضه؟ هذا قائم صح؟ أيوة. هذا قائم وهذا هذا قائم. ايوه قائم. أيوة. هيك قائم هيك وعرضه هون. اوكي فحنلعب على القائم اليسار. اوكي كويس، ثلاث أيوة. محاولات لكل واحد، اللي بيجيبها في القائم اليسار اكثر هو الفائز. والفائز اليوم عنده مكون اضافي رهيب في الصياديه اللي هو الجمبري. يا سلام. اللي ما حيفوز حيلتزم بالمقادير الاساسيه. أوف. والفايز حيطلع له جمبري زياده. انا حاسس بالظلم من الان الصراحه. بس يلا كابتن نستاذنك استاذنك بدور الاسيست. خلاص ويا مكتر اسيستاتك. تفضل تفضل. حلو حلو، نضيع يا ليت كابتن والله. لا ما تشيل هم، مش بين والكره ثابته. الكابتن حيبصيها ونجيبها في العرض اليسار. روح كابتن. يمين ولا يسار؟ لا لا يمين، انا يمين. هيا ها تفضل. لا بشويش فين القائد؟ لوك ولا نو لوك؟ ون شوت ولا نو ون شوت؟ اللي تبغاه انت، نقيل انت اللي تبغاه، انا اهم شيء اشوفها هنا. يلا نو لوك، حتطلع في عبد الرحمن. نو لوك نو لوك، خلي بكيف حتضيع. مره واثق. الله الله الله، نو لوك. انا بصل كثير عليك.